طبعا اليوم مهرجان تركيب هو من افضل وارقى المهرجانات اللي حصلت ببغداد وضم تقريبا 16 عمل ل 16 شاب من كلا الجنسين وكل عمل يضم فكره معينه بداخل الفنان اللي عرض وانا كوني فنان تشكيلي او لا احنا نقول متلقي لازم نفسر الاعمال اللي طرحوها الشباب علينا فكل عمل هو بسلبيات وبايجابيات من واقعنا ومن مجتمعنا حاليا اللي يحاولون قدر الامكان يخرجون من الشيء السلبي يخرجون للايجابي زين واعمال كانت كلش رائعه وكلش حلوه المهرجان واشكر كل اللي قام بالمهرجان كان كلش رائع ونشكر اغلب الطلاب كانوا اصدقائي وما قصروا اعمالك كانت كلش حلوه والاقبال على المعرض كان كلش حلو وتاكدت انه هواي عندنا طاقات شبابيه بالعراق سواء بغداد او بجميع المحافظات والسواء اللي يمتلك وعي وما يمتلك دخل هذا المهرجان وحضر به ووصلت الفكره بصوره كلش واضحه وشكرا جزيلا لكل اللي جوي. هذا العمل خاص بالفنان سجاد محمد يتكلم عن حادثه الكراده اللي كانت بنهايه ايام رمضان طبعا تقريبا بعد اقل من 24 يوم او 23 يوم يعني الذكرى السنويه مالتهم وانا حبيت بهاي مشاركتي انه يعني اعيش الناس راح تدخل هذا المكان يعني نفس الاجواء اللي اشوفها الدمار الطابوق الرماد الصور هي نفسها اللي اخذت يوم الانفجار فحاولت قدر الامكان انه اعيش الانسان اللي يدخل هذا المكان يرجع بالوقت ذاك اليوم فهي الفكره مال العمل مالتي اسم العمل اش اللي هو الرماد وشكرا لكم الثالث لمهرجان تركيب للفنون المعاصرة. الفنون المعاصرة هي الفنون اللي نعتبرها انستليشن اللي هي فنون التركيب. انا مشتغل مشروع على الوعي شلون نقدر نكون جزء من الارهاب او نكون بعيدين عن الارهاب. شلون الارهاب دا يوظف هواي من عندنا كاجزاء من عنده بطريقة غير مباشرة او طريقة مباشرة. ومشتغل انه احنا شقد ما راح نكون جزء من الارهاب راح نساعده في فتح حروب جديده في فتح معارك جديده مآسي جديده على الاوطان وخاصه الاوطان العربيه وراح ينتج من عندها الدمار اللي يصير بالبلد والاشياء كلها. الشخص الموجود احتمال يتحطم من هاي الافكار اللي تراوده الصراعات الموجوده بيه لانه مدى يعرف نهايتها راح تكون وين. محمد فنان تشكيلي من شاركة الثالثة في مهرجان تركيب تؤلف من 7 فقرات و7 شبابيك. مشروعي يهدف إلى هدر الوقت وتسويفه ويكون من ناحية إنتاجية من تأليف وهدر الوقت يعني مثابة مكان ما يفر المواطن العادي 7 شبابيك يكون يفر شباكين لا أكثر. وشكرا. هذا المعرض قد ما ألمني قد ما فرحني إنه أكل لحد الآن
لحد اليوم بالعراق رغم كل الدمار رغم كل اللي دا يصير أكو لحد الآن شباب الجمال اللي بداخلهم ما مات لحد الآن أكو ناس ترسم أكو ناس تعبر أنا كل السعيدة بصراحة كل السعيدة بيهم وفخورة بيهم تحس إنه من وسط كل هذا الدمار إحنا بعدنا عايشين رح نظل وفي ختام مهرجان التركيب نشكر كل من ساهم بإنجاح هذا المهرجان والقائمين عليه والمشاركين وأيضا لا ننسى بالشكر الجزيل إلى الفنانة الألمانية هيلا لوكالة نبض العراق مصطفى المحمداوي